شراكة استراتيجية في الصناعة الصيدلانية بين الجزائر ومخابر فايزر الأمريكية تهدف إلى جعل الجزائر قطبا مصنعا للأدوية ومصدرا لها، خاصة ما يتعلق بالبيوتكنولوجيا للمواد الصيدلانية. بنود الاتفاقية هذه للشراكة قد مست مجالات استراتيجية وحساسة تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة كالصحة والصيدلة الصناعية بما في ذلك البيوتكنولوجيات. من بين الأهداف الأساسية لخطة عملنا نصب الصناعة الصيدلانية كقطاع مولد الثروات بفضل جملة من التدابير، من بينها تصنيع هذه الفئة من المنتجات ذات التكنولوجيا المعقدة والقيمة المضافة العالية. ومن بين أهم الأهداف المستقبلية لهذه الشراكة هو إشراك الجامعة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي. نحن نقيم ونقدر قبول السلطات الجزائرية العمل إلى جانبها وتشريكنا مع الجهات الفاعلة في نحت مستقبل الصناعة الصيدلانية في الجزائر. مخابر فايزر تضع صحة المواطن في قلب اهتمامها، وهي بالتالي تركز على الاستثمار على المدى الطويل. بناء هذه الشراكة في هذا القطاع الحساس هو الوصول إلى تكوين الامتياز وإعداد الطلبة في ميدان الصيدلانية المتطورة والتكوين رواد في مخابر فايزر.